شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوت ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحة سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا لا الذهب والضاء الله أكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرّص بالذهب والضاء لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي نقول الله لا لو لا لا يا بلالة شامي بين الرجالة بالفارس حارس على باب من نور طرف شالة بابك غالي بغلال عيون طهر وصل اطرابك يوم المحن من صور الله اكبر يا وطن بابك غالي بغلال عيون طهر وصل اطرابك يوم المحن من صور لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحة سلم تغزى لشوف شو اخرت معك ابكي مين بارح عليها ابو حميد كيف حموده مشتاق لك خيرات الله وانا بالاكثر والله امتى رجعت من مصر والله صار لي راجع كم يوم تجوزت وجبت العروس معك لا والله يا صاحبي ايش بدك تعملنا اياها قصه والله قصه طويله يا ابو حميد ايه تفضل تفضل نحكي جوا عن هالفيلم المصري تبعك ابو حميد هلا انا مستعجل شوي
ما بدي بعدين. بلا غلاظة، مشتاق لك كثير وبدي اشوفك. بعدين، المهم أنا هلا جايك بطلب وبتمنى ما تخجلني. لا، لا يا أبو حميد تفضل. أنت أبوك مو كان عنده سيارة؟ إيه طبعا. طيب نقدر ناخذها ونروح مشوار طويل شوي؟ مشوار لوين؟ على طبرية. إيش؟ على طبرية؟ إيه نعم. وشو إلك بطبرية؟ هلا على الطريق بحكي لك، الطريق طويل. المهم هلا جهز حالك وخبر أمك وأبوك، وبس تجهز تعال عندي، إيه؟ مشي. يلا سلام. وعليكم السلام. يعني ما حنا نشوفك ونشبع منك يا أبو يحيى. شو بدنا نساوي يا أم عبدو؟ معلومة لقمة ومغمسة بالدم. عم تحكي درر يا أبو يحيى. لا 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 لا، عم تبكي يا أم عبدو؟ إيش كان أنا ما بكيت على ولي في عمري؟ على مين بدي أبكي يا أبو يحيى؟ إيه لا لا، خبي لي دموعك لأنه أنا بموت على زعلك يا أم عبدو. الموت لعيداك يا منة الروح أنت. إيه لا بقى، هذا غزل. إيه غزل يعني؟ إيش كان أنا ما غزلتك يا أبو يحيى؟ مين بدي غازل يعني؟ لك يقبرني ربي، شو إنك بنت أصل؟ تربيتك ابن عمي. الحاصل هلأ بغيابي ديري بالك على حالك وعست مريم وعلى أهلياتها، الله يرضى عليك. تقبرني أنا من يوم ولا هلأ ما فارقتم ولا تكة. الله يرضى عليك ويبارك فيك. يلا بالإذن. قبل ما أنسى تفضلي يا عيوني. يعني أنت معنك مستتقلها شوي؟ شو هي؟ والله ما فهمت عليكي، شو قصدك؟ يعني أنا عم أقول طالما توططت الأمور ليش لحتى نحن ما نوطد الأسماء مع بعض؟ إيه والله مزبوط. إيه لكن من يوم ورايح بتنادي لي أم يحيى انتسابا وتقربا إلك يا منية الروح. خلاص يا أم عبدو، من هون ورايح ما عاد نادي لك إلا أم يحيى. يا الله شو طالعة من تمك مثل العسل. يعني ما كان ينفوز حديث عشاء ال 25 سنة؟ ولك إن شاء الله بتشكل قاسي على الحكيات، شو حلوين مثل حكياته لأبو يحيى. يلا أبو يحيى خلينا نمشي نتيسر أحسن ما نتأخر. إيه بس تقبرني يعني قبل ما تتيسر وبرعاية الله بدي إياك تبارك لي. بشو بدي بارك لك؟ بس ما تقلي لي إنك حامل. شو حامل مو حامل؟ نحن كبرنا على الولادة والحمل تقبرني. لك عم شو بدي بارك لك يا خالتي؟ بدي اياك تبارك لي بانه انا غيرت اللبق تبعي يعني من ام عبده لام يحيى. ام يحيى ام يحيى، شو بدنا نساوي يعني؟ تفضل. يلا خالتي لا تنسي تشقي على بيت حماي يا خالتي ام عبده. ولك هلا حكينا ام يحيى شو بنا؟ قصدي ام يحيى. هيك ها؟ لا تتاخر، عم بستناك ورا. لا يلا جاي ورا. يلا السلام عليكم. الله معك تقبرني. يلا. الله معك ابن عمي. دعيني. الله ييسر امورك. يلا بخاطر. الله معك. ام يحيى. ام يحيى. كان ام عبده الله يسامحك يا ابو عبده. ام يحيى موال على الاذن، على طبلة الاذن احلى نغم نغم. ام يحيى وهلا اجى الوقت اللي ترد افضال عمك ابو طالب عليك. لعيونها ما بدي اوصيك على أهلي وناسي، ما بدي توصاية. يلا بخاطرك دير بالك على حالك. إيه الله معك. السلام عليكم. عليكم السلام. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. دعي لنا أبو حميد. الله يكون معك. دير بالك على العيلة.
يا ميت اهلا وسهلا بصهري وخالتين عبده. تفضلي هلي تقبري قلبي ان شاء الله. وينكم يا جماعه؟ وينكم؟ جاي حسان يودعكم قبل ما يسافر. مريم يا مو تفضل صهري. يلا يلا السلام عليكم. وتشكر اسف تقبري. اهلا حبيبتي كيفك؟ ما تعبتي. اهلا صهري. اهلا سلمك. اهلا وسهلا تفضل. اهلا وسهلا عميد. الصدر تقبرني على الصدر. الله يسلمك يا ميت. اهلا وسهلا. وين يا مرت عمي؟ ومين يا عمي؟ خلي لي اياك يا حسن. الله يسلمك يا رب. اهلين يا مالي الشام. كيفك؟ الله يسلمك يا رب. الله يومك بالسلامة. عادي عادي علم علم. ما بتقبر يا قلبي. شو ابن عمي يعني خلص اعتمدت اليوم تسافر؟ ايه ان شاء الله. انت بتعرفي انه القصة ما لها بيدي. انا وبطريقي لمصر رح مر على القدس الشريف والتقي بقيادة الشرطة هنيك بخصوص موضوع عمي. وما تقلقي مرت عمي. أكيد أنا هون رح طلع تواصل مع جماعتي ومعارفي. الله يخلي لي إياك يا حق وما يحرمني منك يا صهري. الله يسلمك يا مرت عمي. وبدي إياكي تعرفي شغلة إنه أنا لو مالي مجبور التحق بهي الدورة مستحيل أترككم بهذا الظرف لحالكم. لا تقبرني لا تاكل همنا. الحمد لله أهل الحارة من كبيرهم لصغيرهم مالهم مقصرين. لا يا شو مقصرين ما مقصرين؟ أبو طالب خير وعلى الجميع. وأنا بعرف يا مرت عمي إنه عمي بخلف بنات إخوات رجال. مواقفهم ما بتقل عن رجال بالمرة. مشان هيك رح لك كلمتين. المقدر ما بينمحى والمكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. وأنا بعرف إنه رب العالمين إذا حب عبده ابتلى والبلاء عظمة الإيمان. شوفي مرت عمي شدة وبتزول. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله. يلا مرت عمي أنا بدك تسمحي لي ما تتأخر. الله لازمك. الله معك حبيبي. الحفيظ يحفظك. الله يسلمك. يلا السلام عليكم. الله معك تقبرني. الله ينور طريقك يا حق يا قادر يا كريم. الله معك. الله بيقبر قلبي. عيد الشر سلامة قلبك. تفضل رح اشتغلك. أنا كمان. قلبي وعقلي هون رح يبقوا معك بالشام. لا تنساني بالرسائل. مستحيل. مشان الله ما تاخذني اذا التهيت عنك بهالزياره بس شايفه بعينك. انا اللي اسف يا مريم. اسف اني ما قدرت ابقى هون جنبك بهالظرف الصعب. مشان الله تدير بالك على حالك. وانتي اوعيك ما تديري بالك على حالك. رح ضلني ادعي لك لتوصل بالسلامه. بخاطري. الله معك. معيتك بالروح وصار على سوق الجمعة جبنا شوية شقف كباب ميتين من الجوع. منت علينا معلم. يلا حوق. يلا قوت. بحياتك شايف هيك مبلغ؟ منين يا حسرة؟ معناته تطلع منيح متع نظرك. ربي ما يحرم هالمنظر لمخلوق. آمين يا رب العالمين. وكل هالنعم مشان فكاكها من حبل المشنقة؟ لك بجوز ما يكفوا كمان. ايه لا عم حاكيك. لك يا رجل هالمصاري هاي بتفك حارة بأكملها. انت هيك بتقول. انت هيك مفكر. لك عندك 100 تم وتم بدهم ياكلوا. ايوه لك والله والله لبيع كل بيوتها ومال كاناتها والله. ليش لسه عندها لك عدلي؟ هو علينا لسه عندها من طرف أهلها أملاك ما هب ودب. بحياة ربك عم حاكيك مزبوط. وكيف ما انحجز عليهم بعد ما انمسكت ولبست التهمة؟ هذا أنت عن جد غشي. انورنا شريك. لك خايف على وحدة مثل لمعات خانو ما تحتال على القانون؟ يا لطيف. المهم قول شريك. وحياة هدول وحياة هدول اللي خليك تكيف. شلون؟ انت ما دخلك. انت بس فتح مخك. وانا بأمر عيونك شريك.
قول غزي حالك، بدك مين يخدمك كمان؟ نحن مالنا خايفين على المصاري يا رجل، بس يعني انت على شو خايف؟ اختلفنا، طولت السيرة. ايه عمي فعلا طولت السيرة. لك انتو شو وراكم؟ شو ورانا؟ هاي الشغلة بتودي على الآخرة. مزبوط هذا الحكي، بدنا نرجع لأشغالنا وأعمالنا. ايش هالشي مو أشغال وأعمال؟ بدكن تقبضوا مصاري هديك الحسبة. ايه مزبوط، بس هذا الشغل بيودينا على الآخرة. ايه مزبوط، هذا الشغل بيجوز يودينا على المهالة. بركي بتحكينا مع الجماعة يعجلوا بالسيرة، أو يخلونا نقتله لهذا الكلب اللي جوا وناخد مصرياتنا ونخلص. الشغلة مو بكيفي ولا بكيفكن، نحن عبيد مأمورين. معناتها بلغ جماعتك يجي يقتلوه وصلى الله بارك. أنا عم أقول طالما الهدف من اختطاف هذا الرجل إنهم يقتلوه، خلاص نحن منقتله ومندفنه هون ومنخلصنا القصة. كم مرة قلت لكم إنه نحن مو شغلتنا القتل، نحن شغلتنا نخطفه وبس ونحافظ على حياته لحتى نجهزه للقتل. ابلغ اصحابك انه طالت السيرة. ليش انا بعرف اصحابين الشأن يا رجل؟ شو الحكي ها؟ انا ما بعرف غير المعلم فاضل، بيجي لهون بيعطي. اليوم المساء منحطه للخانم بصورة كل شيء. منت علينا شري وهي بره معانا كمان. منت علينا مو بره شو قلت؟ انا من ايدك هي لايدك هي. احلى بره عمي. كل صحة وهنا. والازراق والكبابات ها لا تقول لي خربت سيارة ونحن بدروب مقطوع لك أحمد. لا تحمل هم، على الأغلب كون الدنيا حر صار بدها شوية مي. شغلتها سهلة لأنه أنا قبل ما نطلع من الشام تفحصتها كثير منيح. هيك لكن أبو حميد؟ أنا ولما عرفت من طلال إنه هو ناوي يروح ويترك الخان والعيلة قلت له لا خليك أنت، أنا بروب أدالك على طبرية، بسأل عن هذا الزلمة اللي عم يطلع لك كل يوم والتاني بمنها. أيوة وعسى من الله يكون له علاقة بمصير عمي بطالب. طيب مو جايز هالشي كله يكون مجرد أحلام وكوابيس؟ جايز، بس طالما نحن بنقدر نروح نسأل ليش حتى ما نقطع الشك باليقين. يا سيدي إن شاء الله تكون هالسفرة على خير. آمين. المهم أبو حميد تفضل، وعدتني على طريق السفر انك تحكي لي مشان جوازتك من حبيبة قلبك المصرية. احمد خلينا هلا بموضوع عمي ابو طالب لانه شاغل لي بالي كثير، بعدين بحكي لك. الطريق قدامنا طويل، احكي لي انت شو اخبارك مشان احكي لك شو عندي. طيب خلص احكي لي انت عن اخبارك، انا ماني رايق بالمرة. مو الوالدة وبأمر من السيد الوالد قرروا يخطبوا لي وجوزوني. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك، بس امي صارت دايرة نص الحارة بس ما عم يصير نصيب. ليش بقى؟ يا سيدي ما في شيء عم يخرط مشطي. ما عم تخرط مشطة؟ شو هذا المشط اللي عندك طالما عم تقلي لست الوالدة فتلت نص الحارة؟ بدي عروس بالمواصفات اللي أنا بحبها. ايوه
شو المواصفات اللي بتحبها سيد احمد؟ خليني هلا انزل اعبي مي للسياره وعلى الطريق بحكي لك. يسعد صباحك يا خانو. السلام عليكم. طمنوني، شو صار معكم؟ أول برشتان بعنا المالكانة بعشرة آلاف ورقة سوري. مو أنا اللي وكلتكم لحتى تبيعوا المالكانة وتباشروا الشغل؟ من بكرة، من بكرة بإذن الله بدي باشر. لك ليش جايين لعندي؟ منشان أعرف بيتها لنادية. وليش ما سألتني هديك المرة وأنت بتعرف إنه ما عنا وقت؟ علي الحلال نسيت. ما بصير يروح عن بالكم شي يا عدلي. أمريك بتروحوا على ساروجة وبتسألوا على بيت وحيد وبتحاولوا تحكوا مع نادية بدون ما يعرف جوزها وبتشرحوا لها القصة من واحد للعشرة وهي بتعرف تتصرف. كمان أمرك. ما بدي أرجع أذكركم أني قاعدة على نار، يعني كل شيء لازم تشتغلون بسرعة. اعتبري حالك وصلتي يا خانو. شو أنت؟ ما سمعت حسك؟ عم اسمعك يا خانو. فتحوا لي مخكم منيح. الله معكم. السلام عليكم. اللي كنت حاسب حسابه وصار، وليك الخانو عصبت لجيتنا. حصل خير. بعدين انت مو سألت بره عن بيت نادية خانو وقال لك انه بيعرف البيت؟ هي علينا. قلنا لك حصل خير. اخي احكي لي بشو عم تفكر؟ ضروري. لا يا شريك بتخبي علي؟ عندك لسر مطرح. يا رجل كأنك بتعرفني عن جديد، احكي سرك كبير ماله قرار. اجيت منشان شبع عيوني من لمعات، اشتقت لها. شو بتقصد من هالحكي لك عالدول؟ من وقت ما اجيت المرة الماضية وشفت لمعات ضربت لي راسي، صرعتني. لك هاي لمعات خانم، لمعات بنت العز والجاه والسلطان، فتح مخك وعرف وين رايح. كانت مثل ما عم تقول. هلا هي شقفت محبوسة بالسجن عم تستنى حكم الإعدام ورقبتها بين إيدي. ايوه. من وقت ما كنت اشتغل عندها وعند جوزها نفسي فيها. يا لطيف. وهلا صار بدي اياها، اجا وقتها. وبرأيك رح تقبل فيك؟ غصب عنا. قلت لك رقبتها بين إيدي. يا سيدي إذا قدرت الله وإيدك. وفلان يا فلان صاحبي وشريكي ورفيق عمري جوز لمعات بنت المحتسب. اسمع لك حلمي، بدك تحلب صافي معي. ها انا جاهز بس عندي شرط. شرط؟ شو هو؟ اذا انت قدرت توصل للمعات خانو انا ما اطلع من المولد بلا حمص. ابشر.
كنت بدي اسالك يا خانو. اسالي. يعني من بعد اذنك بخصوص الموضوع اللي وعدتيني فيه جنابك. انا موضوع عدم المؤاخذة، موضوع المعالجة ببيروت. ايوه. مو انا حكيت لجوزي وما عادت وسعته الدنيا من الفرحة يا خانو، يعني صار كل يوم عم يسألني، عم بيقول بركي رب العالمين هيك على يده ومن ثم يدك بيرزقنا بنت صبي، اللذي منه يا خانو. خلص تكرم عينك، اول زيارة لجماعتي رح رتب معهم الموضوع. روحي، إلهي يجبرك ويطعمك اللي بخاطرك يا حق. شو كنت بدي أقول لك؟ مري، بقدر أعتمد على جوزك إذا اضطر الأمر؟ أنا وجوزي بخدامتك يا خانم. يعني بتقدر تجيبي لهون؟ آه والله يا خانم، هي القصة بدها موافقة المساعد راجي. يعني المساعد راجي ما عليك كيفي، أنا بحكي معه بالموضوع. إيه مشي بأمرك. يعني بكرة بتجيبي لهون؟ من كل بد، نحن بخدامتك. روحي نادي للمساعد راجي. بأمرك فورا. ليش لا؟ طالما جار الزمن وصارت بالسجن وعم تستنى الموت وأنا اللي بدي أقرر إنها تموت أو تنفذ من المشنقة، كان مراد آغا شوكة بالحلق، بس هلأ راح لجهنم. لازم استغل حاجته وضعفه وصير نسيب الخوانم والبشوات والأفندية. لو يومين صابر عم تصح وتنحى لغياب محمد. ايه بعت لي حمى عليها معها. ايه كمان ما بدك لهالقد، ليك طبريه. شو ليك طبريه؟ هي ما صدقت على حالها انت رجع من مصر؟ رجع حمل حاله وسافر على طبريه. قولتكم هالرؤيه اللي شافها صهرك طلال إلها علاقه بقصه ابوكم؟ الله اعلم. بكره بيرجع محمد من السفر وبيحكي لنا القصه من ساسه لراسه. بتعرفوا يا بنات، معقول يكون الشيء اللي صار مع ابوكم مشان الزعامه؟ جايز يبعت حمى لهالمنصب شو اجا منه وجع راس. لانه لو مشان المصاري كان ابوكم عدا اللي خاطفينه المبلغ اللي طالبينه وانحلت القصه. ايه مزبوط. يا ترى مين ممكن يكون بالحاره حاسد ابوكم على منصب الزعامه؟ من الحاره؟ ما حدا من الحاره رح يحسد ابوكي على الزعامه. وانتي شو رأيك مال الشام؟ ما بعرف. لك شو نسيتوا شو صار فينا وشو عملوا لمعات ومراد من تحت راس الزعامة؟ ايه صح، بس اتنيناتهم راحوا لرحمة ربهم يا مريم. يعني ما في احتمال يكون في حدا تاني بالحارة حاطت عينه على الزعامة وبده يبعد ابوكي عن طريقه؟ وينكن يا بنات؟ يي بعت لي حمى على عذابك. عذابك راحت تقبريني. مسكي خالتي مسكي. قلت لحالي طالما عملت كاسة شاي لخالتكم مصابر، ليش لحتى ما اعمل شاي لإلكم تبلوا قلبكم فيها؟ ايه طيب ليش ما حكيتي؟ كنت عملته براسي. لك حبيبة قلبي، أنا منكم فيكم ولو هلا بدي أطلع لعند أمكم وخالتكم أم صابر ولي على قامتي. والله مقهورة على سفرة ابنها، يبعث لي حمى عليها، ما نشفت لها دمعة، وإن شاء الله بنشربها برجعة أبوكم بالسلامة. آمين يا رب آمين. يلا. شو؟
ما خلصت صلاة أم طالب؟ ولي على طول عليها عم تدعي لأخونا أبو طالب الله يرجعه بخير وسلامة. وعدت الحمى ما في غير عم تطج وتركع فقفيت رجليها ترحم حالها شوي. لك الله يعينها، شو بدنا نحكي؟ قلتك خلص تركيها على راحتها. يا الله يا ربي دخيل اسمك. خير تقبريني بلي قلبك بدمعة هالشاي. يسلموا صحة. وبعدين مع هالسيرة يا أم عبده؟ أنا ما قلت لي؟ خير شوفي؟ أنا غيرت لبقي من أم عبده لأم يحيى انتسابا لجوزي أبو يحيى. أيوة؟ إيه، لذلك من يوم ورايح بتنادي لي أم يحيى. أم يحيى؟ لك إيه، أم يحيى. المهم هلأ يا أم عبده. شو حكينا هلأ؟ المهم يا أم يحيى، مين هالابن الحرام يلي ورا خطيفة أخونا أبو طالب؟ مو وعدتنا الشيخة حفصة تكشف لنا المستور؟ بس أنا عم بسألك إليك شو رأيك؟ الله أعلم يا أم صابر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اشربي اشربي شاي. معقول تصير بمقام مراد آغا وتلعب بالمصاري لعب لك حلمي؟ ليش لا؟ ومثل ما عم بيقول عدلي، رقبة الخانم بين إيدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون.
هرب يا معلم. بطالي هرب. لك شو بقى ابو طالب؟ هرب بطالي. انت بتهرب؟ لا عم بتاكد. شو شفت فيها جوا؟ شفته بعينك؟ بعيني شفته هرب من هون. من هون؟ يلا احرق ابو طالب لجوا. يا خرب. شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحة سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا لا ذهب والغاء الله اكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله اكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والغاء لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى الا العالي نقول الله لا لا ولا لا يا بلا لا شاميبي
فكرالي بغلا العيون طهر وصل طابة يوم المحن من صوم الله أكبر يا وطن بابك غالي بغلا العيون طهر وصل طابة يوم المحن من صوم لنها بالعدا ولا توب الردى لنها بالعدا ولا توب الردى إلا العالي بحلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحان سلم أحبك